يومان كاملان أمضتهما إيزابيلا بدون طعام خلال رحلتها من بلدتها الصغيرة شرقي أوكرانيا حتى الحدود البولندية، رحلة عسيرة خصوصا مع الأعداد الكبيرة من الفارين. كان القطار مزدحما، يجلس على المقعد الواحد 4 أشخاص، وكان هناك العديد من الأطفال الذين يصرخون خوفا. إيزابيلا تقول إنها ستتوجه لبعض أصدقائها في بولندا، وعدوا بمساعدتها في العثور على مسكن وعمل. رؤية إذن تملكها إيزابيلا لملامح ما بعد الهروب من أوكرانيا، ولكن أسرا أخرى كثيرة وصلت إلى بولندا دون أن يكون لديها أي تصور لمستقبلها، فقط هربت لتنجو بحياتها. قالت هذه السيدة لنا إنها حملت متاعها القليل وهربت مع أولادها 3 من أوديسا فقط لتنجو بحياتها دون أي خطة. ليس لدي أي تصور للمستقبل، أنا أعتمد فقط على المساعدة التي أتلقاها من المتطوعين، لا أعرف أين سأقيم أو ماذا سأفعل. وبينما تتزايد أعداد اللاجئين يوما بعد يوم، تتعالى الأصوات المطالبة بالتحرك العاجل لاستيعابهم في البلدان الأوروبية، سواء التي وصلوا إليها أو كل أنحاء القارة الأوروبية. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، الحدود البولندية الأوكرانية.